انا بابا بقى اهو موجود بقى على التليفون معانا، استاذ وائل محمود. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسه بقدم لك التحية من خلال يعني عبر الشاشة كده، لان اكيد ورا يعني هذه النبغة اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي، يعني ازاي يكون في حد وراه مدعم؟ فاكيد هو حضرتك ووالدته، ربنا يبارك فيكم. ممكن بس تغطي التلفزيون بعد اذنك؟ متشكر جدا. هو طبعا لازم نبتدي الاول ان احنا ندعي لشهدائنا بتوع النهارده، ندعي لل هستأذنك بس يا استاذ وائل، توطي التلفزيون ابعد عنه خالص، او يعني اطفيه لحد ما نخلص مكالمه. لما بقول لحضرتك طبعا لازم نبتدي ان احنا نقول ان احنا ربنا ندعي، نقول ربنا يرحم شهدائنا يا رب يا رب، وصابينا ان شاء الله، ان شاء الله ده خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى نحسبهم من الشهداء باذن الله. امين يا رب. امين. وبالنسبه لمحمود طبعا هقول لمحمود، يا محمود خد بالك احنا لسه في اول الطريق، احنا ما وصلناش لحاجه. محمود احنا مش هنوصل ان شاء الله الا لما نكون وصلنا زي ما وعدنا دكتور جويل ان شاء الله، ان احنا ان شاء الله نحقق جائزه نوبل سن صغير قوي، غير كده يبقى احنا لسه ما حققناش حاجه يا محمود. استاذ وائل، كان محمود لسه بيقول لي بابا تعب معايا قوي، بابا وماما وكانوا بيروحوا معايا، ويعني المساله ما كانتش كل الشهادات والجوائز اللي حصلت عليها، كان ده بعد عناء شديد وتعب من حضرتك ومثابره انت ووالدته في ان انتوا كنتوا تقعدوا علشان يوصل لهذا، يعني لهذا الحد من الشهادات طبعا اللي هو وصل ليها. طبعا مشكورا على ده. انت كنت بتتعب وكده، كنت حاطط امل يعني او حاطط هدف او حلمك في محمود يكون ايه؟ هقول لحضرتك، هو من ساعه ما اكتشفت عمره 3 سنين وكام شهر كنت حاطط قدامي حاجه من الاثنين، يا محمود يبقى عبقري، يا اما يكون راح خلاص مستقبلي ومستقبل الدنيا كلها. لان احنا قابلنا معوقات كثيره جدا جدا، خصوصا في الفتره اللي جات لنا ان احنا نهاجر نروح كندا او استراليا، ويقدموا لنا كل التسهيل ان هو محمود يبقى عالم، بس بشرط واحد ان احنا ناخد الجنسيه هناك وما نرجعش هنا البلد الا زيارات. قلت لهم ده مستحيل، مش هيحصل، محمود هيفضل في مصر لغايه اما يبقى عالم كبير. والله يعني الله عليك. ما تصدقتش، قالوا يعني انت مش طبيعي، انت بتضيع الولد وكده. قلت لهم محمود اللي هيحققه بره هيحققه هنا ان شاء الله. والحمد لله قد كانوا، محمود الحمد لله دلوقتي مشهور عالميا مع 5 شهادات، هو اظهر واحد في العالم يحققه. لكن محمود عارف ان احنا كل ده لسه ما عملناش. عملنا لمصر 5 شهادات ورفعنا اسم مصر، بس اكتر حاجه تهمنا ان هو ان شاء الله ياخد جائزه نوبل عشان يكسر بيها الحيز، ان هو يبقى في سن صغير يبقى اصغر واحد في العالم ان شاء الله يحصل على جائزه نوبل ان شاء الله. يا رب يا رب يكون اصغر مصري يصل يعني يحصل هذه الشهاده. ولكن قول لي، كنت احساسك بايه وهو بيكرم في منتدى شباب العالم من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أو الحمد لله سبحان الله، قبلها بفتره طويله قوي كنت بدعي ربنا يا رب خلي محمود مشهور في الدنيا كلها، فبيقول لي ازاي؟ قلت لهم والله انا ما اعرف، لكن هو الدعاء وربنا هو بقى اللي التصرف يعني. ففعلا الحمد لله ما كرموا الرئيس بتاعنا، الرئيس بتاع بلدنا بعد ما حصل على 5 شهادات، ويكرموا في منتدى عالمي كده قدام شباب العالم كله بقى فعلا مشهور في العالم. كنت اثير من الفرحه، افتكرت بقى خلاص كل المعوقات كل التعب وكل المجهود كل حاجه راحت بقى. ايوه، ولا كاننا تعبنا، كاننا سبحان الله كل حاجه. انت شايف بس قدامك الفرحه والفخر طبعا بابنك، يعني ربنا يبارك لك فيه ويحفظه يا رب. رئيس بلدنا يكرمه كده قدام العالم كله، دي حاجه كبيره قوي قوي. الحمد لله الحمد لله، ربنا يبارك لك فيه يا رب ويكرمك فيه ويحقق لك حلمك باذن الله وحلمنا كلنا باذن الله. شكرا جدا، وربنا والله يعني يبارك فيكم، يعني انتوا اكيد صانعي يعني هذا الانجاز. الحمد لله، ربنا يكرمك. اشكرك جدا استاذ محمود، اشكرك استاذ وائل.